اهلا وسهلا بكل محبي الالكترونيات في كل مكان. النهارده فيديو مهم جدا، وهنتكلم فيه عن برنامج للسيميوليشن، البرنامج جديد وبيتطور بسرعه وبيضاف فيه اضافات كتير كويسه. فخلينا نبدا واشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكل محبي الالكترونيات في كل مكان. النهارده هنتكلم في فيديو مهم جدا عن برنامج جديد. البرنامج اسمه SimulIDE. البرنامج يعتبر سيميوليتر وفي ميزات قويه جدا. البرنامج فيه فيرجنات كتيره منه، انما انا جربت معظم الفيرجنات، واحسن فيرجن هو اللي احنا هنتعامل معاه النهارده. احنا كده بنفتح البرنامج. البرنامج عباره عن يعتبر 3 اجزاء. الجزء اللي على الشمال ده فيه المكونات والميترز او الاجهزه اللي هنتعامل بيها او هنقيس بيها، او زي الاسيلوسكوب، زي اللوجيك انالايزر، زي الفريكوانسي ميتر، زي الاميتر، زي الفولتاميتر، وهنتعرف عليهم واحد واحد. في مصادر للجهد اللي هي السورسز. كل جروب من دول ممكن اقفله وممكن افتحه. هنا السويتشز، مفاتيح الباسيف اللي هي فيها ريزيستورز، البوتنشيومتر، فاريبل ريزيستور، رياكتيف، زي الملف والمكثف. هنا العناصر الاكتيف زي الريكتفاير او الدايود، الترانزستور، المصفت، وبعض العناصر التانية. هنتعرف على العناصر دي واحدة واحدة كلها. اقوى جزء بقى في البرنامج ده اللي هو المايكرو كنترولر. والبرنامج بيسبورت الاي في ار والبيك وال 8051 كمان، وبيدعم السيميوليشن للاردوينو، ماشي، وبعض البريفرال. احنا بس نتكلم مبدئيا. احنا قلنا البرنامج 3 اجزاء. الجزء اللي على الشمال ده فيه المكتبة، الجزء اللي على اليمين هيبقى فيه الدايرة، الجزء اللي في النص هيبقى فيه الدايرة، الجزء اللي على اليمين ده هيبقى فيه الكود. وميزة البرنامج ده ان انا بقدر اعمل اكتب فيه الكود واعمل كومبايليشن واعمل كمان ديبج. الجزء اللي على اليمين دوت اللي هو فيه الكود، هنا المساحه دي هيتكتب فيها نتيجه الكومبايليشن، ولو في ايرور هيظهر هنا. يعني ده الفيدباك بتاع البرنامج اللي بيقول لي عليه الملاحظات بتاعته او النتيجه. وده نفس الكلام بالنسبه للدايره. احنا ممكن نشوف مثال. طبعا هنا المنيوز دي واحده واحده كده. هنا ده سيتنج للدايرة. هنا لو انا عايز احمل اخر دايرة انا اشتغلت عليها، بفتح القائمة واجيب لي دي اخر دوائر انا اتعاملت معها. هنا لو عايز افتح جديد، ملف جديد، هنا هاوبن دايرة معينة كانت معمولة، هنا هسيف الدايرة، هنا هسيف از، او هسيف الدايرة باسم تاني. هنا في الجزء بتاع الكود نفس الكلام. هنا لاست فايل، نيو، اوبن، سيف، سيف اس، تمام. هنا الجزء ده هيبقى فيه ده لو عايز اغير حاجه في الكود، فايند اند ريبليس. هنا هكومبايل، وهنا هابلود الفايل بعد ما كومبايل، وهنا هعمل ديبج. احنا نشوف مثال دلوقتي سريع. ماشي، انا هفتح مثلا من اكزامبلز من مايكرو، هفتح مثلا من ال 8051. انا هحمل الفايل نفسه.
ماشي. ده الكود اللي مكتوب هنا، قال لي الفايل اتفتح mcs51_blink.asm file recognized as i51asm file found compiler definition in file asm51asm compiler successfully loaded. هعمل كومبايل، اداني هنا واضح هنا no error. هنا هعمل upload وهنا هعمل debug. ممكن بعد ما اعمل debug ادبج البرنامج امر امر، تمام. ممكن اعمل break points، يعني هنا clear للبورت 1.0 هقف عندها، و set bit للبورت 1.0 هقف عندها، وهعمل run to break point. هنا ظهر لي ان البرنامج خد 100,610 سايكل، على حسب طبعا السايكل تايم بتاع الايه المايكرو. الفكرة ان انا هرن لغاية الديباج بوينت البريك بوينت، وزي ما انا شايفين البرنامج شغال اللي بينور ويطفي، وكمان بالسلوسكوب ارى الاشارة. ده كده بس تعريف مبدئي. ان شاء الله البرنامج ده مهم وهنحتاجه في السيميليشن. البرنامج بينافس برنامج البروتيس، واحنا هنحتاجه في السيميليشن كتير وهنعتمد عليه كتير. فرجاء الاهتمام بالفيديو ده، لان هيتبني عليه كمان شغل بعد كده هنستخدم فيه السيميول اي دي. و شكرا ليكم وتحياتي، ونتقابل في فيديوهات تانية ان شاء الله.